بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في إرشادات استخدام برنامج جامعة القرآن، وفي هذه الدقائق سنتحدث عن أنواع الواجبات وسبل التواصل بين الطالب والأستاذ. وهناك سبيلان للتواصل ما بين الأستاذ وطلابه، وأولهما هو عن طريق التواصل التزامني، والذي يعني أن اتصال المدرس بالطالب متزامن، أي في نفس الوقت، حيث يتواجد كل من الطالب والمدرس حول الإنترنت في نفس الوقت ليلتقيا في لقاء فيديو مباشر عبر الإنترنت. أما التواصل اللاتزامني فالمقصود به أنهما يتواصلان معا، لكن هذا التواصل غير متزامن، أي أن كل من الأستاذ وطالبه يتواصلان في الوقت المناسب لكل منهما على حدة، أي في أوقات مختلفة. وعلى أساس نوعي التواصل هذين تكون الواجبات، فعلى أساس التواصل التزامني تكون هناك واجبات تزامنية، وعلى أساس التواصل اللاتزامني تبنى الواجبات اللاتزامنية. ومحور أي تفاعل ما بين الطالب والأستاذ يحوم حول الواجبات القرآنية، وهذه الواجبات القرآنية تعتمد سرعة التفاعل ما بين الأستاذ بطلابه عبرها على عاملين، أولهما هو عدد الواجبات في الأسبوع، وثانيهما هو حجم المادة القرآنية في كل واجب. إذن تعتمد سرعة الدراسة على عاملين، أولهما هو عدد الواجبات في الأسبوع الواحد، والذي يتراوح ما بين واجب كل يوم في أسرع الأحوال أو واجب في الأسبوع في أبطائها، كما توجد خيارات بين هذا وذاك. والعامل الثاني هو كمية مادة القرآن التي يغطيها الواجب، وفي أسرع الأحوال يغطى واجب صفحة في اليوم الواحد أو في الواجب الواحد، وفي أبطأ الأحوال يغطى سطر واحد بالواجب الواحد، كما أن هناك خيارات بينهما مثل ثلث صفحة أو نصف صفحة بالواجب. إذن هذا يحدد سرعة الحفظ إن كان الهدف من الدراسة هو حفظ القرآن، والذي بناء عليه قد تتراوح ما بين الأقل من سنة إلى ما قد يقارب 20 سنة. سنتحدث عن الفرق بين الواجبات التزامنية والواجبات الغير تزامنية، لكن قبل ذلك يجب أن نعرف ما نعنيه بكل من الواجبات التزامنية والغير تزامنية، ما الفرق بينهما من حيث التعريف. وسنعرف أولا ما نعنيه بالواجبات التزامنية، وهو أن يجتمع الطالب بالمدرس في زمن واحد. إذن هناك تزامن في لقاء وتفاعل الطالب مع المدرس. أما الواجبات الغير تزامنية فتعني أن الطالب والمدرس لا يجتمعان في وقت واحد، بل يتواصلان ويتفاعلان مع بعضهما البعض، لكن دون أن يكونا متواجدين في زمن واحد على الإنترنت. والآن وبعد أن عرفنا ما نعنيه بكل من تزامنية وغير تزامنية، يمكن أن نناقش الفروق بينهما. نبدأ أولا بكيفية تقديم الواجب. الواجب في حالة الواجبات التزامنية يكون عبر أو أثناء اجتماع فيديو افتراضي بين الطالب وأستاذه، بينما في الواجبات الغير تزامنية يكون عبر تراسل غير متزامن للواجبات. يرسل المدرس الواجب للطالب في وقت خاص بالمدرس يناسب وقت المدرس، ويختلف في حقيقته عن الوقت الذي يفتح فيه الطالب الواجب، حيث يقوم الطالب في وقته الخاص بالعمل على حفظ أو تلاوة هذه المادة القرآنية التي أرسلها المدرس في وقت الطالب الخاص، ثم يسجل تسجيله لذلك المقطع من القرآن ويعيد إرساله للمدرس الذي يقوم بدوره بتصحيح ما سجله الطالب وتبيان الأخطاء له وإعادة الإرسال. هكذا تتم عملية تراسل ذهابا وإيابا ما بين الأستاذ وطالبه، إلى أن يقوم الطالب بإتقان المادة، مادة ذلك الواجب. أما الفرق الثاني فهو فرق في الأدوات المستخدمة للتواصل ما بين الطالب وأستاذه. في الواجبات التزامنية الأداة هي أداة اجتماع الفيديو الافتراضي، هي أداة تمكن من إجراء اجتماع مباشر ما بين الطالب وأستاذه، اجتماع فيديو يرى فيه الطالب أستاذه والأستاذ طالبه. وهذه الأداة هي من ضمن أدوات جامعة القرآن، لا تحتاج لأدوات أخرى كسكايب أو زوم أو غيره. جامعة القرآن توفر أدواتها الخاصة التي تربط الطلبة بالأساتذة. أما الأداة للتواصل في حالة الواجبات الغير تزامنية أيضا هي أداة لمتابعة الواجبات، عدد الواجبات، متى يكون الواجب، وما هي المادة التي يغطيها الواجب،
ماذا على الطالب أن يدرس في ذلك الواجب؟ هذه الأداة هي أيضا من ضمن أدوات جامعة القرآن، كما يمكن أن نفرق بينهما بناء على الهدف من هذه الواجبات. الهدف في حالة الواجبات التزاونية هو إجراء لقاء مباشر ما بين الطالب والأستاذ، بينما الهدف في الواجبات الغير التزاونية هو ضمان التواصل بين الطالب وأستاذه مهما تباعدت خطوط الطول وفارق التوقيت بينهما. في الحقيقة أن الواجبات التزامنية لا تستدعي أن يكون الطالب قريبا من أستاذه في الوقت الزمني وفي خط الطول. لو كان الطالب في شرق الكرة الأرضية والمدرس غربها يمكنهما التواصل، لأن فرق الزمن لا يؤثر على التواصل بينهما، بينما في لقاء الفيديو المباشر ما بين الطالب والأستاذ يجب أن يكون هناك تقارب في خطوط الطول ما بينهما، فكلما ابتعد الأستاذ عن مكان تواجد طالبه كلما زادت الصعوبة في إيجاد وقت يناسب الطرفين للقاء المباشر. فإن كان الأستاذ في مكة مثلا والطالب في غرب الولايات المتحدة، ففي هذه الحالة يكون الفرق بينهما شاسعا في الوقت، فيكون من غير المناسب لقاءهما معا في وقت واحد، على عكس الواجبات الغير التزامنية التي لا تأبه لفارق خط الطول وفارق التوقيت. وكذلك يمكن التفريق ما بين هذه الواجبات بناء على مناسبتها لخلفية الطالب ومستواه. فبالنسبة للطالب المبتدئ مثلا، نجد أن الواجبات التزامنية تعطيه فرصة أن يرى أستاذه أمامه وهو ينطق مخارج الحروف، بينما الواجبات الغير تزامنية فإنها تعطي فرصة عظيمة للطالب المبتدئ لتكرار الاستماع إلى أخطائه. فالطالب عندما يخطئ ويعلم المدرس مكان الخطأ على صفحة القرآن ثم يسجل تعليقه على تصويب هذا الخطأ، فإن للطالب الفرصة لأن يراجع هذا الخطأ مرة وأخرى وثالثة إلى أن يعمل على تصحيح الخطأ. بينما لو كان ملتقيا مع أستاذه مباشرة فإن تذكره للخطأ يكون أصعب، إلا في حالة واحدة إذا تم تسجيل لقاء الفيديو ما بين الطالب والمدرس. وفي حالة الطالب المتقدم فإن الواجبات التزامنية تساعده على مراجعة ما تمت دراسته عبر الواجبات الغير تزامنية، بينما الواجبات الغير تزامنية تختصر الوقت الذي يحتاجه الطالب للقاء أستاذه مباشرة في لقاء فيديو، فينجز بذلك كمية أكبر من المادة الدراسية في وقت أقل. إذن في حالة الطالب ذو المستوى المتقدم فإن الدمج ما بينهما يعطي قوة لا يعطيها الواحد منهما دون الآخر. هذه الواجبات الغير تزامنية تسمح للطالب بأن ينجز أكثر ثم يراجع ما درسه في الواجبات التزامنية في لقاء تزامني مختصر، فيختصر على الطالب والمدرس وقت لقائهما معا. وهناك فرق مهم، وهو فرق لوجستي يرتبط بعملية الترتيب لهذه الواجبات. فالواجبات التزامنية أصعب من حيث التنسيق لها، وذلك لوجوب التنسيق لوقت يناسب كلا من الأستاذ والطالب، فقد يكون وقت ما مناسب لطرف دون الآخر، وإيجاد وقت مناسب لكلا الطرفين يكون في الوعادة أصعب. أما التنسيق للواجبات الغير تزامنية فهو سهل، حيث يعمل كل من الأستاذ والطالب في الوقت المناسب له. أما من حيث التكلفة فإن الواجبات التزامنية ذات تكلفة أعلى مقارنة بالواجبات الغير تزامنية، وتكلفة الواجبات التزامنية تزداد كلما زاد وقت اللقاء، لقاء الفيديو الخاص، وكلما زاد عدد هذه اللقاءات، عدد هذه الاجتماعات. بينما تكلفة الواجبات الغير تزامنية مقارنة بالتزامنية فهي أقل، وتزداد تكلفتها أيضا كلما زاد عدد الواجبات اللاتزامنية في الأسبوع الواحد. وسنفصل شيئا ما مقارنة تكلفة الواجبات التزامنية بتلك الغير تزامنية. تكلفة لقاء الفيديو المباشر مع الأستاذ، اللقاء الخاص معه عبر الإنترنت، أعلى، وذلك لسببين: أولهما تقني، وهو الباندويث الإنترنت التي تستهلك من أجل تنسيق هذا اللقاء وتكلفة الخوادم والسيرفرات لهذا الأمر. أما الأمر الثاني، السبب الثاني، فهو يتعلق بوقت المدرس، حيث أن اللقاء المباشر مع الطالب
يستهلك وقتا أكبر من وقت المدرس، وذلك عند مقارنته بالوقت الذي يستغرقه تصحيح الواجبات الغير متزامنة من وقت المدرس. أما العوامل التي تزيد في التكلفة فهي بالنسبة للقاء المباشر عاملان، وهما عدد مرات اللقاء، عدد مرات لقاء الطالب بالأستاذ في هذا الفيديو في الأسبوع الواحد، وكذلك مدة ووقت اللقاء. كلما زادت مدة اللقاء كلما زادت التكلفة في الفيديو المباشر. بينما في الواجبات الغير متزامنة هناك عامل واحد وهو عدد الواجبات في الأسبوع، فلا يهم هل الواجب يغطي صفحة كاملة في القرآن أو جزءا من الصفحة الواحدة. إذن تكلفة الواجبات سواء كانت تزامنية أو غير تزامنية هي تعكس ثمن وقت الأستاذ، والواجبات الغير متزامنة تكلفتها أقل لأنها تستهلك وقتا أقل من الأستاذ، ويمكن تقليص المدة التي يحتاجها الطالب في أثناء اللقاء المباشر في الفيديو إذا تم مزجها بالواجبات الغير متزامنة فيتكاملان معا، وبالتالي تنخفض التكاليف. وبهذا نصل إلى ختام هذا العرض الذي تحدثنا به عن أنواع الواجبات وسبل التواصل ما بين الأستاذ والطالب في جامعة القرآن.